الحضور وأعلن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. النتيجة النهائية لسه بتعلنها اللجنة العامة إن شاء الله رب العالمين يعني خلال الأيام القادمة. إجمالي عدد المقيدين 2,766,955، الحضور 247,084، عدد الأصوات الصحيحة 201,346، عدد الأصوات الباطلة 45,738. أقول الكرة المرشح حصل عدد الأصوات ده، الكلام ده بالنسبة للفرد يعني. رقم واحد مجدي عبد الرحيم سليم حصل على 101,167، عصام الدين عبد الغني 97,262، محمد عبد المنعم زين 95,805، مصطفى محمود إبراهيم 80,465، علي سيد محمد عبد الجليل 25,373، عادل محمد حجازي 33,246، علي لافي علي حسن 19,080، أحمد خليفة عبد الله 16,513، هشام يوسف فهمي 26,996، رمضان سيد محروس 7,200، صلاح خليل توني 16,381، محمد فرغلي محمد محمود 8,576، عز حمزة علي أبو يونس 12,153، محمد سيد سليمان أحمد 10,246، ناصف شاكر سيد محمود 17,734، حامد فوزي سعد سيد 20,086، إيهاب حلم رزق الله 26,916، عصمت جلال عبد الحفيظ 14,828، ممدوح يوسف فرغلي 13,524، محمد أحمد فرغلي 17,868، محمد عبد السلام علي 19,190، نتعي موريس عبد الله 15,380، شوقي أحمد محمد 9,072، هاني سعد راضي 25,968، أيمن عيد محمد 19,626، أحمد مرسي أحمد 13,752، عبد الناصر مصطفى سالم 12,630، منتصر مالك يعقوب 28,323. القائمة إجمالي عدد النخبين المقيدين 2,766,955، عدد الحضور 247,084، إجمالي الأصوات الصحيحة 191,309، إجمالي الأصوات الباطلة 55,775، أنتخب 170,870، لا أنتخب 20,439. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.